أهلا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة، والبداية بالعناوين. بايرن ميونخ يتوج بكأس السوبر الألماني بتغلبه على منافسه بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف. موناكو الفرنسي يخسر أمام ضيف شاختار دونيسك الأوكراني بهدف لصفر بالدوري المؤهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا. أهلا بكم. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني بعدما تغلب على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف، محققا بذلك لقبه التاسع في هذه البطولة.